كتير من الحاجات اللي الناس بتقعد تتكلم فيها وكتير من الحاجات اللي الناس بتبقى حيرانة منها، من أبرزها دايما مستقبل الطلبة ومستقبل الامتحانات، ودي من الحاجات اللي دايما بتبقى مطروحة على مائدة الحوار لما بنيجي نتكلم عن حاجة حقيقية الناس عايزة تعرف فيها تفاصيل أو تغير فيها. أهم بقى اللي بيميز الحوار الوطني إن في ناس كتير من كل الفئات ممكن تكون بتشارك. نقدر نقول الحوار الوطني فيه مشاركات كتير للملفات اللي بتهم الناس. خلينا نتابع مع بعض دلوقتي لقاء من اللقاءات في الحوار الوطني ونرجع تاني نكمل حلقتنا. أنا في تقديري الشخصي أعتقد يعني أنه النظام الأمثل في ذلك هو النظام الأغلبي، متمثل في أنه يبقى فيه قائمة مطلقة مغلقة عشان تقدر تستوفي فيها الضوابط الدستورية المحددة، مع جزء يعني يقترب من حوالي 25-30% على المقاعد الفردية، لأنك أنت طبعا يعني هتجابه بمشاركة عريضة جدا من قطاعات كبيرة جدا في المجتمع هتحب أنها تشارك في مسألة المحليات. فبالتالي قيمة مناقشة هذا القانون أنه طبعا استحقاق دستوري الناس منتظراه، قيمته أنه هو وجهة مباشرة ما بين تعامل المواطن والدولة متمثلة في الجهاز التنفيذي. فبالتالي احنا بنقول وشايفين انه مهم جدا ان يصدر في اقرب وقت، واعتقد انه المناقشات الحاليه هتسفر، واتمنى ذلك ان يكون في حاله من التوافق عشان يسمح بشكل كبير جدا لكل التيارات السياسيه والمختلفه الايديولوجيات والاتجاهات ان هي تكون مشاركه في اعمال مجالس المحليه الشعبيه المنتخبه.